إذن وبعد إعلان وزارة الداخلية وجماعاتها المحلية والتهيئة العمرانية عن إحصاء 1.8 مليون بناية مشيدة بطريقة غير شرعية في الجزائر، رقم كبير وجب استحداث شرطة العمران لضبط منظومة التعمير. سوف نتطرق مشاهدينا في هذا العدد بالتحليل والنقاش إلى مدى خطورة هذه البنايات على المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى جمالية الأحياء والمدن الجزائرية. وللتفصيل أكثر في الموضوع يسعدني أن تكون معي في الاستوديو الخبيرة في البناء والتعمير السيدة حماش حسينة. أهلا بك. أهلا وسهلا وأشكركم على هذه الاستضافة. شكرا لك. إذن سيدة حسينة سماش، إحصاء أقول 1.8 مليون بناية مشيدة بطريقة غير شرعية في الجزائر، لماذا هذا الرقم الكبير وأين يكمن السبب؟ السبب عشنا واحد الفترة وين كان يعني نيجليجونس، يعني كانت نيجليجونس تري غراند، وخاصة في الفترة التسعينيات إلى آخره، وين كان تسلم القطع الأراضي للبناء افيك عقد تنازل، يعني ليس ني با بوبليي، ماشي مشهر إلى آخره في البلديات. هذه من حالة من الحالات، حالة من الحالات. نعم، حالة من الحالات. وكانوا يبنيوا دون يعني تعطيك رخصة بناء لمدة عامين، وهما خاطرش كي بعد عامين رخصة البناء تنهي الصلاحية نتاعها. نعم. وما يبنيوش حسب يعني الرخصة، كانت سكنات فردية طابق أرضي زائد طابقين، ونشوفوا الناس تبني كما تحب، يكونوا زوج خاوة يقسموا وحدهم هذيك القطعة الأرضية، في عود يبني سور 200 متر كاري، تكون بطريقة عشوائية، واحد يبني سور 100 الآخر يبني سور 100، باكي يوقع نزاعات ومشاكل ودون الاحترام المسافات بين السكنات. باغ اكزومبل كانوا مستوجب عليهم يخلوا لي 4 متر ما يخلوهمش، يعني كان يغلقوا امام الطريق. نعم. الى اخره. هذه حاله من الحالات. وكذلك كانت هناك حالات اخرى، كاين الناس اللي بنات فوق الاراضي دون ما تكون عندهم صفه، ما عندهمش سند قانوني تسمح لهم تبني فوق هذيك القطعه. وكان كذلك ناس اللي عندهم قطع ارضيه مالكين القطعه الارضيه هذيك، وكي يطلبوا رخصة البناء يروح للمكتب الدراسات يدير الملف نتاعو كما كان في هذيك الحقبة، خاطرش ومن بعد تطورت طلب رخصة البناء، تطور مع الزلازل التي عاشتها الجزائر إلى آخره، كان تطور في التطورات. نعم، في الملف هذاك يكون هو يعني احترم كل القوانين، راح مكتب دراسات دار ملف ودل الطلب نتاعو، وما جاو والاداره ما جاوباتوش ما عطاتوش الرخصه، راح بنا وحده وما يسناش. كان يعني عده حالات مع انه انجز بنايه بكل المعايير والى اخره، ولكن ما عندوش رخصه بناء. وهذا من ضمن الملفات التي من عندنا، قلنا كاين 1.8 مليون، بصح كاين طلبات لشهادة المطابقة التي يعني كانت سكنات اللي حصلت على تلك المطابقة 1300 جو كوا، نعم 1300، نعم 330 على ما أظن ملف تحصل على المطابقة. هذه تلك السكنات التي بنيت دون رخصة ولكن بنت بمعايير البناء، ما عندهاش لو بروبليم دو فيزافي، ما عندهاش لو بروبليم حتى الهندسه المدنيه، خاطرش اصبحنا اليوم اون اكزيج ليتود جيني سيفيل، وحتى في بعض الاحيان دراسه ميكانيكا التربه، يعني ليتود دو سول للبنايات تكون صالحه. نعم، نعم، البنايات اللي تكون فوق ارض ممكن يكون فيها مشكل الى اخره. هذه هي ربما هي اهم الاسباب التي جعلت احصاء 1.8 مليون بنايه غير ولكن كذلك كاين هناك لا كريز دو لوجمون، كذلك سبب لا كريز دو لوجمون خلات الناس تبني ما عندهاش الاداره ما كانتش تتابع،
وما كانش ترافق يعني يافي با دو كونترول، يافي با دو كونترول، دونك الناس تبني وحدها باش تحل المشكل لنفسها، ما تبقاش تستنى وقتاش يعطوا لها لوجمون ولا وقتاش يعطوا لها قطعه ارض باش تبني الى اخره. هي لازم تحس بالحل لنفسها، راح تبني وحدها وتبني بطريقه عشوائيه وفوضويه. ربما في هذه الحاله السيده حماش حسينه يجب ان تتدخل شرطه العمران، ما هي مهامها وكيف إيه ستعمل؟ هنايا صديق لا ديرنيغ فوا ما عندهاش بزاف، عندها واحد دو سيمان هكذاك كان لو كونسي دي مينيستر، وين الرئيس طلب انشاء لجنه ما بين وزاره السكن ووزاره الداخليه لاحداث القانون بالنسبه للعمل شرطة العمران وكذلك وحتى الدرك يدخل معهم ويخدم معهم. وهنا لكي نعطي لها صبغه تاع السلطه، يعني ليتا دو سي لوتوريتي دو ليتا، اون فالو دوني ان كاشي دوتوريتي، باسكو اليوم نشوفوا بلي الدوله ستعيد هيبتها وتعيد بهذه الطريقه، يعني في التحكم في القوانين واحترام القوانين. ولكن انا واش نقول هنايا، ذلك الشرطي العمراني يعمل على مجالين، المجال الاول هو ليسباس اللي راح يعمل فيه، يجب يكون دابور تخطيط يكون يعرف هنايا يجب يبني وهنا يقدر يبني وهنا ما يبنيوش، هنا يجب يكون تخطيط اولا، سواء يكون تخطيط محلي او يكون عندنا لا بلانيفيكاسيون دو مانيير جينيرال، وثانيا لاميناجمون يعني دو تيريتوار الى اخره، وثانيا المسؤوليه المهنيه، باسكو ممكن بهذا الشرطة العمران نولد يعني نخلق اون نيش دو اون نوفيل نيش دو كوربسيون، خاطش حنايا نشوفوا من 62 اليوم كي نشوفوا القوانين اللي درنا عدة قوانين، ولكن كل قانون يعطي لنا ثغرات والناس تدير يعني تصيب روحها ودير ونمروا الى الفساد. يعني يلفو كو شرطة العمران يتحلى بالمسؤوليه المسؤوليه المهنيه، لا ريسبونسابيلتي بروفيسيونيل، وكذلك انا ونزيد بما انها هذه الشرطه العمران حتقوم بدراسه مثلا الانسان يبني ماشي فوق القطعه نتاعو، شفنا في الاونه الاخيره كانت حمله تاع التهديم تهديم السكنات الى اخره، ومن بعد طلب الرئيس يعني داغيتي اي دو دي دي دو فوار او كا بار كا هذه الحالات. يعني نشوفوا بلي كاين الناس اللي بنات فوق سور لو دومين بوبليك، يعني فوق المجال العمومي حول الاراضي العموميه اللي تابعه للدوله وخداتها وحدها وبناتها، وكاين الناس اللي بنات حول فوق الدومين بيبليك ولكن تحصلت على عقد شرته على انسان اللي هو احتل تلك الاراضي وبعها بنفسه قطعها قسمها وراح بعها، وكاين كذلك الناس اللي شرات في واحد الوقت وين كانت الناس ما تقدرش تشري القطع الارضيه، وكاين ملاك كانوا يبيعوها فيك لو بابي هذاك تيمبري ماشي بالسند يعني ناكت بيبليي اي تو. دونك هنايا عده حالات، فطلب الرئيس هنا نشوفوا وكا بار كا هذه العمليه تاع التهديم واسترجاع الاراضي نتاعها، الدوله تسترجع الاملاك نتاعها، نعم، وهي اللي راح تشوف هل تلك الاراضي تلاق بوغ ليتيتي بوبليك للزراعه ولا للصناعه ولا ومن بعد حسب لو بدو ولا حسب لو بدو الى اخره. دونك هنايا
هذه العمليه حتكون من بعد لا بوليس دو لوربانيزم هي اللي تدرس تلك السندات الوثائق تدرسها مليح يعني كل حاجه تكون مدروسه مدروسه بالطبع ما نجيش نهدم برك هكذا حتى نشوف الوثائق وهنا نطلب تدخل معاهم وزاره الماليه لان كل السندات كل العقود سو تروف او نيفو دو لا كونسيرفاسيون في المحافظات العقاريه دونك هي باش نعرفوا لوريجين دو لا بروبريتي من اصل الملكيه من اين اتت تلك الاراضي يعني شكون الاصل نتاعها منين جات مع الاول شكون كان يملكها دونك الملك الاصلي الملك الاصلي دونك هنايا لازم تدرس هذا لا بوليس تاع العمران تكون يعني تدرس هذه السندات الى اخره وبالطبع تكون عندها السلطه يعني تكون لوتوريتي دي مو كيل ديبون دو مينيستير دو لانتيريور وزاره الداخليه شرطه وكذلك الدرك وهنا ستسترجع الدوله هيبتها فيما يخص العمران والبناء يعني الانسان يعني يولي المواطن يحترم لابد عليه من احترام قوانين العمران والبناء الى اخره ونحبسوا من الاستحواذ الاملاك الغير سواء كان ملك لشخص اخر او للدوله سواء بريفي او بوبليك كذلك بالنسبه لنقول الاشخاص او المواطنين اللي يبنيوا البنايات فوق قنوات الغاز او فوق الخطوط الكهربائيه لو نتحدث اولا عن خطوره هذه البنايات على اصحابها بالطبع هناك خطر في بعض الاحيان تبني بلا ما تكون عارفه صديقه لينيور كو يا اون كاناليزاسيون ولا اون كوندويت ولا كي باس باغ لا صديقه تاع الغاز ولا تاع الكهرباء تبني وما على بالهاش وفي بعض الاحيان تكون عارفه ولكن ما عندهاش وين تسكن تجي تبني ولو كان هناك خطر كبير وهنايا يعني الدوله وين راهي كيفاش تخلي الناس تبني فوق اماكن يعني تعود خطر عليها هنا اللي يعني غياب الدوله اللي لازم نراقبوا تكون يعني سيغتان نيفو باسكو يكونوا دي غارد فو شكون اللي يخلي يعني مواطن يبني فوق قطعه ارض تمر منها قناه الغاز ولا الكابل تاع الكهرباء الى اخره ولكن عندما يجهل هذا المواطن انه هو راه باني فوق القنوات الغاز او الخطوط الكهربائيه ربما هل هنالك مشاكل يقدر يتعرض لها بالطبع انا درت خبره الواحد الطريق تاع المديه في مديه اللي يطلع فيغ ميديا سيتي ان بروبليم دو مع لا دي تي بي الوغ جازت لا سونيل غاز دارت لا كونديت ولا خدمت لي طرافو من بعد عاودت ولات لا دي تي بي ومن بعد كان سيغتان مومون تخلط الماء مع الماء تطهير لو داسينيسمون مع القناه تاع التطهير مع الغاز وكان واحد الانسان مسكين يسكن في ذيك المنطقه كانوا دي عطاو لهم دي لو دو تيغان بناو الناس دي كونستركسيون بريفي دخل المرحاض سمع الماء مع الغاز كشغل يغلي وماك ما فهمش واش كاين شعل باش يشوف هذاك كيسمع الماء في المرحاض يبويوني يدير بروي اشعل وكي شعل طرت قلت الحاله السكنات اللي كانت تما يا يو ان تري غراف اكسيدون دونك يعني من بين المخاطر تهدمت المساكن هذيك اللي راهي تما وحتى المساكن المجاوره الى اخره ومن بعد كان طلبوا لي ندير خبره حول هذا المشكل شكون من هو السبب هل صون الغاز ولا دي تي بي او يعني دونك هنايا يوقع خلل يعني يوقع خلل نعم خاصة مع القنوات المياه إلى آخره جد خطيرة نعم نتحدث الآن ويكون خطر على اللي يسكن تماك إلى آخره وهنا عندهم لاكارت
تاع لي غيزو نتاعهم كسوا لو غاز كسوا ليكتريسيتي كوا لي زو يوزي او بيان لاليمونطاسيون نو كاين لي كارت دونك نعرفوا كيفاش يدوزو حنايا كي نبنوا على بالنا ما هي مثل ما قلنا انه كل حاجه لازم تكون مدروسه بالطبع وكاين يعني المعطيات راهي موجوده منين جاز الغاز منين جاز الماء منين جاز الى اخره يعني ما دونز اون بي سي نورمالمون وحدها تكون عندها قاعد لي كارت تاعها بالنسبة كذلك نتحدث الآن عن على قانون 1508 نعم. كان هو تعامل مع البنايات المشيدة قبل 2008 فقط ولم يتعامل مع البنايات التي شيدت بعد هذا التاريخ رغم أنها كثيرة. ما هو هذا القانون؟ بون كان هذا القانون هو جوستمون سي بور ميتر اون كونفورميتي البنايات التي شيدت قبل 2008 بون كانت الناس دوموندي لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي وشفنا بليك يعني دولا دارت دي كارت فو الانسان ما يقدرش يبيع مسكن تاعو ولا ما عندوش شهاده المطابقه ما يقدرش يقسم لولادو الملكيه ولا ما عندوش شهاده عند النوتير ما يقدرش يدير له القسمه نتاعو ولا ما عندوش شهاده المطابقه ما يقدرش يكري ولا ما عندوش شهاده المطابقه يعني لي ترانزاكسيون هادو كامل حبسوا الناس ولات عندها بكري باغ اكزومبل تحب تكري محل في بنايه نتاعك تجيب ويسي دير محضر معاينه يديه للنوتير والنوتير يدير العقد الايجار يعني كل حاجه قانونيه نو يدير العقد الايجار ولكن اليوم اصبح امبوسيبل دو فير ان اكت دو لوكاسيون سون لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي يلزم اللي يكون عنده شهاده المطابقه دونك هنا الناس ولات كي شافت بلي كيلزم الشهاده المطابقه بور فير لور ترانزاكسيون ايموبيليير الى اخره ولاو يجري ويديروا عادوا يديروا يعني الملف صدق اون ليزا اوبليجي ا ديبوزي لا دوموند دو لا كونفورميتي ولكن دولا طلبت باش نديروا لا كونفورميتي ولكن ما وجدتش شروحها لازم نكونوا الناس اللي تدرس هذه الملفات وحتى الملفات راهم في الاداره راهم مرميين في الارض ما كانش المكان وين يحطوهم ما كانش ما وجدناش روحنا باش نديروا هذا اون با بيان بريباري يعني كنتوا تحت ضغوطات اون با بيان بريباري لوبيراسيون دو لا ميز اون كونفورميتي واصبحنا كل مره نزيدوا لها تمديد الى اخره كل مره نقولوا نزيدوا دوكا حتى فيغ لو جو كوا نوفمبر ولا 2023 باش نحبسوا لوبيراسيون تاع لا كونفورميتي قلنا باللي ولكن كانت الناس على بالها كاين هاد لوبيراسيون دو لا ميز اون كونفورميتي راحت تبني تكمل تبني بدون طلب رخص البناء وتروح تزور وتقول باللي انا بنيت قبل 2008 باش تدخل في اطار التسويه باش تدخل في هذا الاطار تاع التسويه الناس بقات تبني اون 2011 2015 2000 حتى اليوم هذايا حتى تبني بدون رخص ومن بعد تروح تقول باللي انايا بنيت قبل 2008 دي فوا يحوسوا كيفاش يخلقوا كاين نزاعات كاين ملفات يعني في هذا المشكل هذا هو بنى ابري 2008 يقول لك انا بنيت قبل 2008 باش يدير ملف تاع التسويه الوضعيه تاعو خاطرش كان هذا المجال اللي تفتح لهم باش يسويو البنايات نتاعهم والناس بقات تبني بدون رخص خاطرش ما كانش مراقبه نعم لو كان كاين مراقبه صارمه كاين شرطه العمران يجي واحد يحط حجره يجي ويقولوا له وين راه الملف نتاعك وين راهي الرخصه نتاعك باسكو كونط اون كونستروي اون مي فلا لا اون اكزيج لا كلوتور ديجا اون كلوتور اللي ما تطيحش وهنا نشوفوا ان شرطه العمران لها اهميه كبيره تراقب كاع هاد الامور تراقب لا كلوتور اسكو لي كونفورم هذاك السياج اللي نوضعوه حول البنايه الجديده نشوفوا اسكو الى مي هذيك الرخصه نتاعو او وضعها وعندها لي ريفيرونس نتاعها تاع البلديه والرقم نتاعها والتاريخ الاصدار نتاعها راهي موجوده وعنده لا بلاك تاع المشروع بنايه مسكن ولا
بنايه باتيمون ولا واش راح يبني ولا مصنع ولا واش راح يبني فوق هذيك القطعه الارضيه. دونك يحط لو بيرمي نتاعو لي جوج يشوفوا راهو موجود. والناس قلت لك بقات تبني ويعني والسلطات المحليه ما تراقبش وما كاش مراقبه. واليوم هما كذلك بنوا بعد 2008 فهي تعتبر فوضويه، ما احترمتش القانون تاع اللي صدر بعد 2008 الى اخره، بناء يعني بطلب رخصه بوضع ملف دراسه تاع الهندسه المعماريه والهندسه المدنيه اللي اصبح مجبر بعد 2003 بعد زلزال بومرداس. دونك يبني كيما يحب ومن بعد يدير تسويه وحده ويجي بين اركيتيكت يدير له لو بلان ياخذ له تصاور ويدير دراسه اللي هي ما تقدرش تكون دراسه. انا عندي كي بنيت خلاص بنيت، باسكو الدراسه وعلاش نديروها؟ نديروها بوغ ديمونسيوني لي زيليمون دو لا ستركتور، باش كيفاش راح نبني، ماشي كي نبني ندير دراسه ونعطيها واسمو يجوزوها لي. انا لا كونفورميتي هذه ما تقنعنيش. نعم اكيد. كذلك السيدة حماشة حسينة، كان المفتش المركزي بوزارة الداخلية كان حرص على دعوة المواطنين الراغبين في البناء إلى مراعاة ثلاث مخططات: مخطط التوجيه للتهيئة العمرانية، مخطط التعمير، ومخطط شغل الأراضي. لو نبدأ نفصله يعني تعريفة صغيرة لكل مخطط. إيه؟ لو نبدأ بالمخطط التوجيه للتهيئة العمرانية، ما إيه هو المخطط؟ هنا البلان ديريكتور هنايا سي ان بلان، يعني كاين توسيع تاع المدينه كيفاش راح نوسعوها، وهذه حسب عدد السكان اللي راهم حين يطلبوا سكنات وحسب يا راسيو كون دوا كالكولي. دونك توجيه يعني كيفاش راح نبنوا، وين راح نوضع البناء، وين راح نوضع المصنع، باسكو يلزم مخطط توجيهي يعني يكون حتى اللي يسكن يلزم له عمل، يلزم له كاين يعني هذه الامور تدخل في هذا المخطط. تدخل فيها باغ كونت لو بوس اوسي، ما هي المنطقه اللي حندير فيها مثلا منطقه زراعيه وين تقعد اغريكول، وين تقعد البلان دوكيباسيون او سول تاع لي زابيتاسيون، البلان دوكيباسيون او سول تاع التصنيع الى اخره. دونك يلزم نحترموها وتكون ديجا مدروسه من قبل موجوده في لا بي سي ولا في موجوده. دونك يلزم يحترمها قبل شروع في البناء. نعم. والسلطات المحليه هي اللي تراقب هاد التوجيهات هذه، وهي عندها سلطه مثلا. هاد المخططات ممكن تكون يعني في البلدان وين تكون الديمقراطيه الى اخره، التوجيه يكون بارتيسيباتيف، يعني الناس كل تشارك في هذا التخطيط، فهمتي؟ تكون يعني مشاركه فيه. هذا بالنسبه لمخطط التوجيه للتهيئه العمرانيه. المخطط التعميري، مخطط التعمير اقول. قلت يعني على حسب عدد السكان الى اخره، وما هي شكون اللي يطلبوا العمل، شكون اللي يطلب السكن الى اخره، ونديروا المخطط التعميري. ومخطط شغل الاراضي؟ هنا نحدوا المناطق واش راح نديروا فيها. فوالا البلان دوكيباسيون، وين نديروا السكنات، وين نديروا، وين تكون فلاحه، وين تكون. نعم شكرا لك. اذا مشاهدينا حديثنا اكيد لا يزال متواصل مع السيده حماش حسينه خبيره في البناء والتعمير، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة إليكم مرة أخرى لمواصلة حديثنا. إذن السيدة حماش حسينة، لو نواصل حديثنا، ما هي أنتم يعني أنت كخبيرة في البناء والتعمير، ما هي الحلول التي تقترحونها لإنهاء مشكلة البنايات الفوضوية؟ أنا نشوف هذا كسرطان. البناء الفوضوي سي ان كانسير جينيراليزي اللي لحقنا ليه. فمعالجه تاعو انا جبونس تكون
وكباركا كاين وين يفوا فيغ لابلاسيون يعني التهديم، وكاين وين ممكن ندخلوا لها بعض الامور لا شيميوثيرابي يعني ندخلوا لها بعض المواد بعض الاحياء ناخذوها ناخذ كاحياء ما ناخذش يعني كل مسكن وحده ولا مثلا بالنسبه ل لا 1508 قانون 1508 هذيك مثلا انا الحل سيتي ناخذوا مكاتب دراسي مكاتب دراسات الموجوده على الصعيد المحلي في شاك كومون عندها وتعطي لهم يدرسوا حي كارتي بار كارتي وين نديروا لا كونفورميتي ماشي واحد انسان يروح يدير يطلب لا كونفورميتي تاعو وحده باسكو كاين احياء وين ما نسمحش ولو خطا واحد يعني يكون حي وين وكاين احياء وين الناس مازالها عايشه بالفكره باللي مام جارو يطلع عليه مام يشوف فيه مام يسمح له كاين مشكل سوسيولوجي كذلك مشكل سوسيولوجي لاحظنا كذلك انه البنايات بين امس واليوم تغيرت لا كاين مشكل تاع سوسيولوجيا تاع الاحياء هذه كاين احياء انا شفت كاين احياء وين انسان يسكن في حي ما يقدرش يسكن واحد اخر ما يسكنش فيه ما يقدرش يسكن فيه ماشي يعني ندير تفرقه سي با ستراتيفيكاسيون سوسيال يعني ندير فرق ما بين المجتمع نتاعي لا ماشي هذا هو الغرض نتاعي باسكو يقدر يفهموني باللي راح ندير سيغريغاسيون لا ولكن كاين وين صدق نديروا الحل ان اركيتكت ياخذ حي ويجمع هذوك الناس اللي بناو بطريقه فوضويه يدير بيناتهم قانون كيفاش بناو الى اخره عندنا مطلات عندنا مشكل صدق لو كان نروحو نريبو كامل الناس فهمتي سافايت سي لا ديموليسيون بور تو الموند ما خلي حتى يعني بنايه والناس من بعد هاد الناس وين حنسكنها وين شكون راح يبني لها من بعد ممكن ندير لهم نجيبهم وهم متفقين على طريقة معيشة في حي ما نخليهم هكذاك وندير لهم عقد تاعهم هما كيفاش راهم عايشين تما هذا كحل من الحلول هذا كحل من الحلول بون ابخي ندخل لها تغييرات اخرى بالنسبه ل افيك ان اركيتكت يدرس كيفاش يعاود لها تغييرات اخرى مثلا في لا بينتور في زوفيرتور اسكو نخلوهم محلولين هكذاك ولا نقصوا لهم ولا نزيدوا لهم ولا نديروا جماليات الاحياء والمدن ديفازيستاز هو ويطلع على الجار ودار لي طاقه اسكو نخليها هكذاك ولا ندير له انفازيستاز للتهويه برك نشوفوا لا عنده النور ولا ما عندوش يعني هنا ناخذ مكتب دراسات يفا سوكوبي دان كارتي دوني نبعث واحد نبعثوا لبنزرقه هي معروفه في برج الكيفان الناس كيفاش بنات تما هذا داخل في هذا هذا يطلع على هذا هذا دونك ناخذ دو بيرو داركيتكتور دون لا كومون دو برج الكيفان يفون مو ريغلي سو بروبليم ناخذ دو اركيتكت في دار البيضاء يفون مو ريغلي تاع الحميز كاين احياء ونشوفوا نفس الشيء في العلماء نشوف نفس الشيء في تاجنات نشوف انا نروحوا الاماكن هذين نشوفوا هذا المشكل تاع ماشي غير في الجزائر يعني العاصمه حتى في المدن الاخرى في وهران في عنابه الى اخره دونك مكتب دراسات يصيبوا الحلول مع سكان الحي هذاك ويعالجوا المشكل ويحاولوا كيفاش يعطوا لهم صبغه يعني كيفاش يشبحوهم كيفاش يسقموهم ايتو نشوفوا مثلا برازيليا لي فافيلا تاعها دخلتهم في ادماج تاع خلاتهم هكذاك وسقمتهم باش كل منازل لون واحد نفس تعطي لهم يعني اون اوتر مي وكل يعني شاك كومون عندها مكاتب دراسات تاخذ المكاتب دراسات هذيك تقوم بوجود تعطي لها يعني كيف تصب الحل لحي الماء. لو نتحدث الان عن البنايات المضاده للزلازل وعن اهميتها خاصه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والذي ادى الى خسائر ماديه وبشريه معتبره ففي اين اقول تكمن اهميه البنايات المضاده للزلازل؟
احنا بالنسبه للجزائر تجربه تاع 2003 احنا منذ 1980 وحنايا حينا القوانين بالنسبه للبناء المضاده للزلازل في ديجا في 1981 خرج قانون مضاد للزلازل 83 ومن بعد لو ار بي ا les règlements parasismiques algériens RPA donc درنا اربع حيينا من 1981 حتى 2003 درنا اربع قوانين كل خطره زدنا لها اضافات وزدنا شفنا التجارب البلدان الاخرى وحيينا القانون تاعنا والقانون الاخير اللي صدر في القانون 99 فيرسيون 2003 وين اذا نبنيو بوتو بوتر لازم لا لاوتور تنقص ودرنا لو زوناج حددنا المناطق اللي فيها الزلازل من صفر الى عندنا يعني منطقه اللي فيها الزلازل ما عندهاش زلازل في صفر وعندها موين سيسميسيتي فورت سيسميسيتي درنا اربع مناطق درنا حددنا لو زوناج لي زون تاعها وكذلك زدنا في البناء تاعنا لي فوال دو كونترفونتمون يعني هذيك الجدران الخرسانه هذيك اللي نديروها باش مقاومه للزلازل ف قلت حينا حنايا عده واسمو ولكن اليوم نشوف ظاهره نتاع تحول المناخ القشرة الأرضية أصبحت متفتتة يعني وهذه الظواهر تاع لو شونجمون كليماتيك يزيد من حدة الخطورة في عند حدوث الزلازل عند إحداث الزلازل تزيد يعني تزيد الوسمو كما قال كنا نزيدوا للطين بلة يعني هذا التغيير المناخي لازم نعطوا له الأهمية أكيد نعطوا له الأهمية إذا فالناس اللي راهي تدرس مقاومة الزلازل لازم نزيدوا لها للانفيرونمون اللي يديروا لونفيرونمون نزيدوا يعني هادو لازم نديروا ليجن تكون بلوري ديسيبلينير ماشي غير اللي يدير الخرسانه يعني اللي يدير لو كالكول بيتون يعني اللي يقوم بتحيين المعطيات جوستومون لو 2021-22 حيكون ملتقى دولي كنا تحدثنا عليها قبل قليل في الكواليس حيكون ملتقى دولي وين حنشوفوا التجارب الاخرين يجوا يفون نو بارلي دو لور دو لور دو لور اكسبيريونس وحنا ذلك نتكلموا على التجربه نتاعنا وخاصه بعد الزلزال 2003 وعرفنا كذلك زلازل اخرى مثل زلزال ميلا مثل زلزال تاع يا يو دي سيزم بار لا سويت دونك on va voir, il y aura des commissions et peut-être on va sortir avec des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter à nos règlements, que ce soit les boulden les hadji tcherek ou les hnaya, les boulden les t'aïch kadalik, les mouchkil, les ta'arif zalazil fi bouldeniha. Non, lakin hal mashari' as-sakaniya allati tubna al-an fi al-Jazair, hal ya'ni tubna tibqan li al-ma'ayir ou للأقول المعايير والشروط التي تكون مقاومة للزلازل بالكوارث الطبيعية كذلك بالطبع بالطبع احنا يا بون هذاك لو ريغلومون كي يكون وخاصة المنشآت العمومية كنا باغ كونت لو بريفي والفوضى هذه باش ما نقدرش نقول لك بناو مقاوم للزلازل ولكن البنايات اللي تبنيها الدولة Elle passe par le contrôle technique, par le CTC, et si elle ne répond pas aux normes sismiques, même douche le déras a dit qu'on y a toujours le mouafaka, mais a toujours le mouafaka. Voilà qu'un un affizilzel a fini de l'état. Quel binayat li tbnat fil hakba l'istamaria. Voilà qu'un استطاعت ان تقاوم الزلزال مع ان حساب نتاعها لا يعني ما يقاومش الزلزال ولكن المواد التي استعملت بما انها
احترمت دفتر الشروط نتاعها فاستطاعت ان تقاوم الزلزال. احنا يا درك هنايا اليوم نديروا الدراسه ونديروا لي كونترول تكنيك، ولكن نروحوا للورشه وفالي وشونتي نديروا المواد. هل تلك المواد يعني تحترم المعايير اللي حنستعملها؟ باسكو لو كان يكون خطا مثلا كونت جو في مون فيغاياج، يعني مونتي باش ندير الخرسانه المسلحه، جو مونت مون بوتو، جو مي مي كادر، لو كان نغلط في الكادر في الزلزال يقدر العماره تاعي تحبط. دونك يجي الكونترول تكنيك كي ندير لو فيغاياج تاعي يشوف بلي سي كونفورم او بلان اللي درناهم، اي الى بروف لا ميز اون اوفر هذيك تاع لو فيغاياج. ولكن ومن بعد ندير الخرسانه، والخرسانه يعني لو بيتون، ولو كان يكون المواد هذيك تكون ماشي مغسوله، ما تكونش حسب الشروط الى اخره، اثناء الزلزال ممكن تبقى لي كارثه. فهمت؟ يعني المتابعه تكون صارمه. وحنا نشوفوا جينيرال لو ترافيك يكون في لو بيتون في حنايا ناخذوا العينات ندوها للمخبر نشوفوا ولا تلك العينات تتجاوب مع المعايير اللي راه نشرطوا فيها. في بعض الاحيان يعطي لك عينات تديها للمخبر ماشي هذيك الخرسانه اللي وضعتها. كاين غش يعني يكون غش. هنايا ما نقدرش نقول لك بلي تلك العمارات حتى تصمد تقاوم الزلزال. ولكن اذا احترمنا المعايير من تصور لا موديليزاسيون حتى يخلص المشروع هنا وي. والمخبر الكبير هو الزلزال. تيجي الزلزال يوري لك ولا البنيان تاعك بنيتيه سلون لي نورم ولا لا. بالغش. والحديث على هذه النقطه بدون ما ننسى السيده ان نترحم على السيد وقاسي بومدين المدير او اقول المدير مراقبه تقنيه للبنايات. نعم مسيو وكاسي اللي كان لو ديريكتور تكنيك دو سي تي سي سون، كان اعطى كثيرا. نعم. في هذا المجال كذلك. نعم وعمل كثيرا اثناء زلزال 2003 في بومرداس، يعني قدم كثير. نترحموا عليه بهذه المناسبه. الا تظن انه حان الوقت الان للذهاب الى الرقمنه لتفادي الوقوع في هذه الاخطاء؟ الرقمنه لازم تكون رقمنه لازم تكون او كوتيديان، يعني صديق نعيش بها يوميا. اطلب رخصه بناء، عندي ملف نبعثو باغ انترنت يبعثوا لي الرخصه، ما جي با بيزوين دالي دو مي ديبلاسي دو. لازم يكون يعني يقول يتكلم على لو غيشي يونيك هذاك. وانا نشوف بليك ما يعني ما درناش الحل. بالطبع الرقمنه سي لا سوليسيون. ديجا الرقمنه بالنسبه لي بلان تاع وين حين نبني والى اخره، تكون عندنا الاحصاء نتاعها، يكون عندنا وشحال بناو وشحال مازال وشحال بالنسبه للعقار. ديجا الوعاء العقاري، وكذلك بالنسبه للناس اللي راهي تبني تقدم الاشغال نتاعها، نشوفوا الناس يبدا يطلع يخليها هكذا كي يبدا يكري حتى يكري لتحتها ومن بعد باش يكمل الفوق. متخصصين كذلك هي واحده من النقاط. كيفاش؟ يعني لازم يكونوا حان وقت يعني تكوين اعوان متخصصين في التعمير. بالطبع هنايا الاعوان يكونوا يعرف الملف نتاع طلب الرخصه واش فيه كامل، كي يروح يطلب يروح يدير لاسبكسيون تاعو عنده على باله واش كاين في الملف نتاع طلب الرخصه. يقول لي وري لي لو بلان، وري لي هادي، وري لي هادي، اسكو سايتي ابروفي، اسكو لا جوج دارت لك لو كاشي. يكون يعرف كاع هاد الامور، يعني يكون تخصص بالطبع. نعم. اذا السيده حماش حسينه خبيره في البناء والتعمير، شكرا لك وشكرا على حضورك معنا، وشكرا كذلك. شكرا. على كل المعلومات التي قدمتها لنا اليوم. ربما كلمه اخيره. الكلمة الأخيرة يعني في زمن من ما بنينا، وكان يقولوا هذا بناء يعني سي لو ترافاي اغاب،
كما كيبنينا في الاندلس بعد الاستعمار بداو يقولوا لنا سا سي دي ترافاي اراب سي لو ترافاي الارشيك اي تو سا وامنا بلي ما نعرفوش نخدموا مع ان اصلا تاعنا يعني لو جينيا الجيريان ما يعني خلينا بنايات عبر التاريخ اللي راهي مازالها تشهد كالقصبه كالقصور في الصحراء الى اخره والقصبه مقاومه للزلازل والقصور في الصحراء مبنيه في كي تدخلي لداخل عندك لا كليماتيزاسيون طبيعيه حتى تكون نتكلموا على الانرجي كيفاش نحافظوا على الطاقه سكنات تاع القصور في الصحراء مبنيه على هذا المفهوم وعلى هذا الموضوع يعني المحافظة على الطاقة. نعم شكرا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عددنا لنهار اليوم. نشكر مرة أخرى ضيفتنا الكريمة على حضورها معنا ونترحم كذلك مرة أخرى على السيد أوقاس أبو مدين مدير المراقبة التقنية للبنايات. إذن مشاهدينا ألقاكم في أعداد قادمة إن شاء الله. أمسية طيبة في أمان الله.